احنا بيجي يا جماعه نزلت بوست قبل كده وقلت فيه اني هعمل تجديد وخليتكم انتم تتوقعوا الموضوع اللي انا هجدد فيه، وللاسف ما حدش فيكم عارف يطلع الموضوع صح. الموضوع هو فقره واي جيك اللي هبقى قاعد فيها بتكلم معاكم عن حاجه جديده كل مره، بشرط ان هي تكون متعلقه بالسمارت فونز، وانتوا اللي هتحددوا كل مره الفيديو اللي جاي هتكلم فيه عن ايه بالظبط. خلينا نبتدي. معكم احمد كمال من اي كي دي فيو وفقره واي جيك. هي الشركه بتعرض اجهزتها ازاي اساسا؟ الشركه بتعرض اجهزتها عن طريق الفاليو بيزد برايسنج او الكوست بيزد برايسنج. الفاليو بيزد برايسنج هو التسعير مقابل القيمه اللي بتديها لك، الكوست بيزد برايسنج هو التسعير مقابل اللي الشركه دفعته. خلونا ناخد مثال واحد على الاثنين عشان نفهم الموضوع اكتر شويه. جهاز شاومي مي 5 نزل مصر ب 5555 جنيه. الكوست بيزد برايسنج شايف الجهاز دوت عامل في السعوديه ب 1100 ريال سعودي، يعني بالمصري حوالي 2700 جنيه مصري لو بالعمله الرسميه. يعني الجهاز ده لو وصلته مصر مستحيل يعمل اكتر من 4500 بالربح بتاعك، بكل حاجه، بالجمارك، بالدنيا كلها ماشيه ازاي. الفاليو بيزد برايسنج شايف حاجه ثانيه خالص. الفاليو بيزد برايسنج هو موضوع استغلالي شويه في احيان كتيره، زي الشاومي مي 5 بالظبط. انا دلوقتي الجهاز دوت لو نزلت 4500 هو شغال بايه؟ سناب دراجون 820، كويس، مفيش اقوى من البروسيسور دوت في السعر دوت. طب في اقوى منه في سعر 5555؟ لا برضه، خلاص يبقى انا اكسب اكتر وازود سعره اكتر، وكده كده انا ماليش منافس فانا مستفاد. ده وجهه نظر الفاليو بيزد برايسنج. فانت لو هتاخد الموضوع من ناحيه الكوست بيزد برايسنج يبقى الجهاز دوت متسعر غالي جدا وفاشل جدا. لو هتاخده من ناحيه الفاليو بيزد برايسنج يبقى الجهاز دوت سعره ممتاز لان مفيش اي منافس ليه. خلونا نرد على سؤال، الانفينكس هوت اس احسن ولا الانفينكس 03 احسن؟ على حسب انت عايز ايه، هل هو احسن فعلا ولا لا؟ الانفينكس 03 بدون اي شك احسن من الانفينكس هوت اس من ناحيه كل حاجه ما عدا الخامات والبصمه طبعا. غير كده هو احسن منه من ناحيه الاداء، من ناحيه الكاميرا الخلفيه، من ناحيه كل حاجه في الجهاز. لكن انا لو مكانك هشتري الانفينكس هوت اس. ليه؟ لان القيمه اللي باخدها من الانفينكس هوت اس في السعر بتاعه اعلى بكتير من القيمه اللي باخدها من الانفينكس 03 في السعر بتاعه. فرق المواصفات ما بينهم ما يخلينيش ادفع فرق السعر دوت. الانفينكس هوت اس في الجهاز بتاعه في السعر بتاعه يعتبر جهاز كويس جدا، الانفينكس 03 في السعر بتاعه ما يعتبرش احسن جهاز لان دلوقتي في منافسين شغالين بسناب دراجون 650 واللي احسن من الهيليو اكس 10 بمراحل. فانا دلوقتي لو مكانك انا هختار الانفينكس هوت اس، او لو معايا فلوس الانفينكس 03 هتجه لاجهزه ثانيه زي الشاومي نوت 3 على سبيل المثال دلوقتي. زي ما قلت لكم انتوا كل مره انتوا اللي هتحددوا الموضوع اللي جاي فيه هتكلم عن ايه. فهستنى منكم كومنتات، سواء انت بتتفرج علينا على الفيسبوك او على اليوتيوب هستنى الكومنتات تقول لي فيها تحب الموضوع الجاي يتكلم عن ايه وتحب تناقش في ايه بالظبط. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل سبسكرايب على قناه اليوتيوب، هتلاقي زر احمر كده تحت الفيديو دوس عليه عشان تتابع الفيديوهات اول باول، وادي اللينك بتاع القناه اهوت. في برضه صفحه الفيسبوك بينزل عليها اخبار حسابات خاصه، ولو حابب تسالني على اي حاجه تقدر تسالني عليها، اللينك اهوت. ولو مكسل تكتبه تاني هتلاقيه موجود تحت في الديسكربشن، تقدر تخش على الصفحه بانك تدوس على اللينك دوت. كان معاكم احمد كمال من اي كي ريفيو، استنوني في الفيديو الجاي.